مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جدال حسين هو يا مرحبا يا مرحبا يا جدال حسين يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جدال حسين هو يا مرحبا يا مرحبا يا جدال حسين يا نبي سلام عليك مرحبا يا رسول سلام عليك هو يا مرحبا يا مرحبا يا حبيب سلام عليك مرحبا صلوات الله عليك هو يا مرحبا يا مرحبا أشرف بدر علينا مرحبا أنت شمس أنت بدر مرحبا أنت نور فوق نور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا جدا حسين أنت إخسر الوغالي مرحبا أنت مصبح صدور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا جدا حسين يا مؤيا يا مماجد مرحبا يا إمام قبل الدين هو مرحبا يا 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 مرحبا حدي إله إرالك نغوان ديوه سلامه وحديث اسمه آخره لكن أولا برارك الكفرين يميوه إله سبحانه وتعالى قرآن كفرين كميه الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. وقال تعالى في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إله سبحانه وتعالى قف مسلم تعالى وحيا لها كون أفسر الزوير وما يأفسر علىه تبتونه أكل الله سكسنا في التوبرة تدعو أفروا إبرار نسن أغير نفسه نكر سكت إلهي مرحمة رسول صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين إلهي من النبي محمد هذا رسول صلى الله عليه وسلم إلهي تعصر هذا النبي محمد صلوات الله عليه وسلم إلهي نفترك تعصر مالك إلهي أبسدي سكت نبي محمد صلى الله عليه وسلم مسلم كوري خوف السموس منها مركز عربنا أما قوف مركز هو غير فبزادو أنا عربنا قد كتبوه أما سوزو في قوي ميدا إتاق الله ونوي سليس يقول إتاق الله إلهي كفا إتاق الله إلهي كعب سبس كما هو هلا هو وفيني وقوف مسلم ولا عرشة تجارة لحسوسيو سيدنا عمر رضي الله عنه وانا أخذ الخلفاء الراشدين ما يكون لدينا خلفاء راشدين خلفاء راشدين ما اللي بيجيره أفرت المذاوين وأمد المسلمين كل حال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم له محمد هيدس ما يقول رأي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أي كي هلاي سيدنا عمر رضي الله عنه أي كي هلاي سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أي كي هلاي سيدنا علي رضي الله عنه مركز أسنى شرور وين مركز سيدنا عمر رضي الله عنه مركز ما يقفت عليك
برضو ينو دي سين كوين مدبع رسول صلى الله عليه وسلم حديثة ملي والإنتي إسان كراسة والقرسة يقول صلى الله عليه وسلم ملي إنتي إسان كراسة والقرسة دلان يلي يرمكيني والقرسة يبدأ حافظ السلوة ورمائن المقوريو وهي حديث دي وجد المرد السلوة لما حدوك دي بكوستيرة لكن إسان صلى الله عليه وسلم يوضع مرد دكول لكن أنا بأي غفيني كابسو ورسو لكن يقولون
وآتي أكلهم بدون بدون تأسيس قرار من المقامين ما مركا أولا مختلفا لكن آتي كل مواري بدون سيا بروت آتي جزاكم الله خير إلى هاي السنة في هذا السنة بركة وحنا جزاكم الله تعالى دمر جاك يسمع نيجريتون تمام ما يسمع إن شاء الله نتلا وقت ولا سنة يجيب سنة وقت سيدو ما تقول لا إله إلا الله لك تبارك الله لكن أنا آتي آتي أنت محلي وآتي آتي لا يسمع بروي احترام سيدا الحمد لله وشكر الله سيدا تعرف بسرعة إن شاء الله Thank you.
I'm the one who's got the power.
Tawakal, host in Tawakal Studio. Please subscribe, like, and share for more videos. Thank you.